الابتسامة هي مفتاح جمال الوجه وبطاقة الدخول إلى قلب الآخر، وهل الأسنان هي نافذة الوجه للجمال؟ كثيرون يبحثون عن ابتسامة جميلة حتى وصفت بأنها ابتسامة هوليودية، ولكن هل لون الأسنان ولعبة تبييضها عبر قشرة رقيقة كافية لإضافة جمال لوجوهنا؟ الأطباء يقولون إنه لابد من تناسق بين الأسنان وقسمات الوجه، مثلما يشيرون إلى أن تدويرة الحنك في الوجه هي التي تعطيه جمالاً. تعددت طرق البحث عن جمال الوجه، بدءاً من تجميل الأسنان وزراعتها إلى تدويرة الحنك وإلى عمليات تجميل الأنف ونفخ الشفاه، وكلها تبحث عن الجمال. كل هذا سنناقشه مع ضيفنا الدكتور رائد الدليمي، أخصائي جراحة الوجه والفكين، والذي أكمل تخصصه عبر دراسته في جامعتي الموصل وبغداد، وحصل على شهادة الكلية الملكية في جراحة الفم والوجه والفكين من الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كلاسيكو، وزمالة الكلية الملكية في طب وجراحة الفم من الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، وشهادة الدبلوم للاختصاص الدقيق في الطب والجراحة الليزرية جامعة بغداد. ولديه أكثر من 16 بحثاً علمياً في مجال جراحة الوجه والفكين. أهلاً وسهلاً بك دكتور في برنامج جلوريوس على شاشة الرشيد. أهلاً وسهلاً، وشكراً لها القناة المميزة ولجنابك الكريم. تحياتنا. بداية أتوجه لك بالسؤال الأول في بداية هذه الحلقة، هل الجمال هو هاجس أنثوي أم مطلب رجالي أيضاً؟ الجمال في الوقت الحالي هو هاجس يشغل الجميع ويشغل فكر الكل. نعم. الصغير قبل الكبير، سابقاً كان مع تقدم العمر الناس تبحث عن هاجس الجمال لإعادة إكسير الشباب والنظارة. نعم. لكن بالوقت الحالي أصبح هاجس الصغار العمر واليافعين بالشباب أكثر من الكبار. حتى تحس الرجال صاروا هم يطلبون من نسائهم سوي لي هيك حاجب، شفاهك شوي أريدها أكبر، انفخي لي شوي الوجه. يعني الحداثة دخلت بكل جوانب الحياة ومن ضمنها جوانب الجمال، وإحنا بانفتاح كامل على العالم، ماذا يجري في أدق تفاصيل المعمورة لنعلم فيه أول بأول. نعم. ومن هذا أيضا مواكبة الجمال، ومريدي الجمال في الوقت الحالي من الرجال أصبحت نسبة لا بأس بها مقارنة مع النساء، فإذا هو هاجس يشغل جميع الشرائح وجميع الفئات. صحيح، وبهذا التطور الحاصل صرنا نشوف رجال أيضا يخضعون وشباب إلى عمليات تجميل الأنف والبوتوكس والفيلر كذلك، يمكن هو ظاهرة جمالية بالإضافة إلى أنه تعطينا عمر أصغر. هو يعني مثل ما أسلفنا سابقا إكسير الشباب هو مطلب عام الجميع يطلبه. نعم. فأصبحت كلها تبحث عن شغلتين، عن العمر الصغير أو الوجه الشاب والنظارة الدائمة والوجه المتفتح والمتورد. ومثل ما تفضلت حضرتك أصبحوا الشباب والرجال بصورة عامة زبائن دائمين في عيادات وعند أخصائي تجميل الوجه والفكين. نأتي دكتور، هل الابتسامة هي مفتاح جمال الوجه؟ الابتسامة هي لغة يتعارف عليها الجميع، هي اللغة المفهومة عند الجميع، مفهومة وواضحة أكثر من لغة الإشارة. نعم. والابتسامة حثت عليها جميع الأديان وجميع الأعراف وجميع التقاليد، حتى احنا بالمصطلح العام نقول وجه بشوش وجه سموح. فالابتسامة هي مفتاح التعارف الأولي ومفتاح المصداقية للشخص، وكلما كانت الابتسامة جميلة ورائعة كلما كان لها تأثير ووقع عند المتلقي. نعم. طب هل يجب أن يكون هناك تناسق بين الابتسامة يعني نقصد بها بين الأسنان وقسمات الوجه؟ أكيد، النسب المتعارف عليها ما بين الأسنان وارتفاعات الوجه هي نسب تختلف من شعب إلى آخر اعتمادا. نعم. على الشعوب التي تمت عليها الدراسات، فمثلا على سبيل المثال الشعوب القوقازية اللي هي أكثر الشعوب تمت دراسة تفاصيل وجهها، يجب أن تكون الأسنان والأسنان العلوية والسفلية واقعة ضمن المثلث السفلي من الوجه. كذلك عند الابتسامة يجب أن يظهر أن لا يزيد من 2 مليم من الأسنان مقارنة مع الشفاه، وكذلك علاقة الشفاه مع الذقن
كل هاي الأمور راح تأدينا بالأخير مو بس ابتسامة جميلة لكن ابتسامة براقة وآخر. صحيح مثل ما ذكرت، يعني اليوم في كثير من هوس من نجمات هوليوود تشوفهم يروحون إلى طبيب الأسنان يقلعون هالسنين الأخيرين لحتى يضعفون الحنك، يعني هذه المودة صايرة في الوقت. أكيد هو عظم الحنك يعني هو من الميزات الجمالية الرائعة بالوجه، حتى كان شعار الجمال عند الأغريق والرومان القديم، فلحد الآن لا زال الذقن وتجميل الذقن وشكل الذقن هو نوع من أنواع الركائز الأساسية في جمال الوجه. نعم. طب نسمع كثيرا عن الابتسامة الهوليودية، ما معنى ذلك؟ الابتسامة الهوليودية هو مصطلح عام وشائع الذي يقصد فيه الابتسامة الجميلة المنتظمة. هوليود سمايل. أما سميت بالهوليود سمايل نسبة إلى ابتسامة المشاهير. نعم. اللي هم أول ما ابتدأ فيه العلم الفيموس أو الممثلين المشهورين جدا وأصحاب الدخل العالي بدأوا به إعادة تغيير الابتسامة مالتهم، وتدرج الأمر إلى أن وصل إلى عامة الشعب. الابتسامة الهوليودية يقصد بها نوعين، تغيير الشكل وتغيير اللون، لنصل بالنهاية إلى أسنان متراصفة ومتناسقة ذات لون واحد، مو شرط اللون الأبيض البراق لا. نعم، بقدر ما تكون مصفوفة صف كامل وذات لون واحد ما بيها أي تمايز بالألوان، وذات فسيفساء رائعة وتناسقية رائعة بالشكل والحجم. طب هل الابتسامة الهوليوودية هي ابتسامة تقنية مصنوعة وليست حقيقية؟ أكيد هي شغلة صنعية تتم بالتعاون ما بين عدة جهات، يعني الجهتين الرئيسيتين هما طبيب الأسنان أو الشخص الأخصائي المختص في تجميل الأسنان والشخص المختبري، يتم التعاون ما بينهما بالأخير إلى نصل إلى شيء صنعي يمكن إلصاقه وتثبيته بالأسنان لتغيير شكل الأسنان. طب تبييض الأسنان هو خطوة باتجاه الابتسامة الهوليوودية ولا مو شرط فقط أن مثل ما ذكرنا أن تكون بيضاء اللون؟ بالنسبة للأسنان البيضاء أو التبييض الأسنان هو خطوة إما تسبق الابتسامة الهوليوودية أو تغني عنها. نعم. إذا كان شكل الأسنان وأركز على كلمة الشكل متناسق ومنتظم لكن يوجد اختلاف باللون أو اللون داكن، يمكن تفتيحه عن طريق تبييض الأسنان بعدة طرق ابتداء من المواد الكيميائية إلى البلازما إلى الليزر. لكن إذا كان الأمر والمطلب النهائي هو ابتسامة هوليوودية فلا حاجة إلى تبييض الأسنان. طب دكتور، يعني أنت دكتور تجميل وهنا عندنا أيضا دكتور أسنان هم إلى علاقة بالتجميل، المفروض يتشاورون الشخصان يعني الطبيبين أثناء ما يخضع الشخص إلى الابتسامة الهوليوودية؟ هو مو بس يعني طبيب تجميل الوجه والفكين وطبيب تجميل الأسنان، عدة أمور تدخل في هذه المشاورة. الشخصين اللي حكيت عليهم بالإضافة إلى فني المختبر، بالإضافة إلى إحنا نفتقر في مجتمعنا إلى عاملين أساسيين أو عنصرين أساسيين، ألا وهو العامل النفسي والعامل الغذائي، المختص بالعلم النفسي والمختص بالعلم الغذائي. إحنا في مجتمعاتنا نفتقر إليهم، لكن بالمجتمعات الغربية هذول يكونوا ركائز أساسية. نعم. في عملية الصناعة. صح. التجميل الوجه والفكين والابتسامة الهوليوودية. طب دكتور كيف نحصل على الابتسامة الهوليوودية؟ هل بمراحل أو من مرحلة واحدة ممكن أن نحصل على الابتسامة الهوليوودية؟ بصراحة هو أكو طرق جديدة وحديثة أنه ممكن بجلسة واحدة صناعة ابتسامة هوليوودية، لكن هذه تكون مؤقتة وسريعة وليست ذات نتائج فعالة. يعني لمدة سنة ممكن؟ تقريبا. لكن النتائج الحقيقية الطويلة الأمد تأخذ عدة خطوات وعدة أسابيع من العمل المتواصل والمتتالي، ونصل في بعض الأحيان إلى live communication. مع المريض عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي السكايب وغيرها، لننقل صورة من جهة إلى أخرى إلى أن نصل بالأخير إلى نتيجة مقتنع بها. هل كان يعني كل الأسنان صالحة لتتحول إلى أسنان متلألئة وبيضاء وجميلة؟ طبعا هو ماكو سن لا يمكن أن يتحول إلى ابتسامة هوليوودية أو إصلاحها إلا إذا كان هناك عيب خلقي واضح، وأخص بهذا العيب الخلقي اللي هو سوء تراصف الأسنان الشديد. نعم. أو تقدم الفك السفلي أكثر من الفك العلوي، هنا نحتاج إلى أخصائي التقويم كمرحلة أولى إلى إعادة رص الأسنان ثم الذهاب بهذا الاتجاه. لو نأتي على تركيب قشرة تجميلية على الأسنان هو الأساس في الحصول على ابتسامة جميلة؟ لا مو شرط، هي أكو عدة أمور، يعني إحنا لازم كمرحلة أولى ندرس الشفاه. نعم. وحركات العضلات اللي موجودة بالشفاه ونسبة انكشاف الأسنان من الشفاه، حتى بعد الطول أيضا يدخل يلعب دور. بعد هذا نأتي إلى السن، طول السن وعرض السن
وعلاقة اللثة مع الأسنان ولون اللثة. كل هذه الأمور تلعب دور بها. حلو. طب ما الإجراءات الطبية للحصول على الابتسامة الجميلة؟ الإجراءات الطبية هي أولاً معالجة جميع الأسنان والحفاظ عليها إلى أن نصل إلى مرحلة متعادلة. بعد ذلك تبدأ التحضيرات الأساسية لنحت السن وإعادة هندمة السن وأخذ القياسات المناسبة إلى ذلك وإرسالها إلى المختبر لتبدأ الخطوات المتلاحقة انتهاءً بلبس الابتسامة. هاي بالنسبة إذا دخلنا بمراحل عدة، هاي لدائمية مدة مثلاً 5 أو 6 سنوات اللي نحكي بيها. نحكي بيها، لكن يمكن إنجازها في مرحلة 3 إلى 4 أشهر. والديم. أوكي حلو. طب ما سمك القشرة التي توضع على الأسنان لتكون جميلة؟ سمكها تختلف من مادة إلى مادة ومن تقنية إلى تقنية، لكن هسه وصلنا إلى مرحلة 2 مليم سماكة. نعم. وممكن وضعها على الأسنان، ووصلنا إلى مرحلة لا يحتاج السن إلى تحضير، بل جزء قليل جدا من تحضير السن للحصول على القشرة الهوليوودية. حلو. كيف نلصق هذه القشرة بالأسنان؟ طبعا هي طريقة الإلصاق هي طريقة بروفيشنال احترافية من قبل طبيب الأسنان المختص بهذا المجال عن طريق مواد إلصاق لها القدرة على التصاق القشرة مع السن. وممكن استخدام الليزر أيضا؟ استخدام الليزر هنا للتحفيز. لتحفيز عملية الإلصاق. طب البعض يفكر أنه إذا هل هناك تأثيرات جانبية ضارة لعملية اللصق؟ يعني ممكن يأخذون كم سنتيم من السن الطبيعي؟ هنا مو في عملية الإلصاق، لكن في عملية التحضير. مثل ما ذكرنا قبل شوية، هناك عدة طرق للتحضير وعدة مواد. احنا لي قدام لازم نعرف شنو المادة المستعملة حتى نعرف طريقة التحضير. اكو مواد تحتاج إلى سماكة معينة، فيعني أخذ سماكة أكثر من السن، واكو مواد لا ما تحتاج إلا شيء بسيط جدا أو بدون أي تحضير وتلصق بشكل مباشر بعد تحضيرها من المختبر. طب دكتور لو سألتك، يعني خلينا نحكي عن اللصق اللي هي مثل شلون العدسات اللاصقة اللي تنحط بالعين، لو سألتك انه من بعد ما نلصقها وبقت ويانا مستمرة مدة سنة، ممكن الشخص بعد مثلا ما حب يلجأ مرة ثانية لهوليوود سمايل، ممكن؟ ممكن اذا كان التحضير بسيط او قليل جدا للسن. اما اذا كان هناك تحضير واضح وصريح فلا يمكن الاستغناء عنه. اذا اللي فات بعمليه لازم يكمل فيها عمرا طويلا ويعتني به الى ابعد درجاته. حتى الاعتناء من ناحيه مثلا شرب القهوه والشاي وغيره. الاعتناء هو اولا راح يكون طريقة الأكل، مو هي طريقة الأكل المعتادة. تجنب القطع المفرط والسحب المفرط بالنسبة للأكل. طبعاً لين تنكسر. طبعاً. وبالإضافة إلى ذلك طريقة تفريج معينة، استخدام الفرشة بشكل يعني ضمن مواصفات وضمن زوايا معينة لتجنب حصول أي فراغ بين اللثة وهذه القشرة. ماذا عن معجون الأسنان؟ نفس المعجون؟ معجون الأسنان هنا راح ندخل بغير تفاصيل، لكن وبصورة عامة كل معاجين الأسنان يمكن استعمالها مع القشرة التجميلية. نعم. طب هل هناك علاقة بين زراعة الأسنان والابتسامة الجميلة؟ أكيد. أنا إذا عندي فراغات وما عندي أي مجال أنه أسوي سن، شلون أسوي ابتسام إذا ماكو أسنان؟ صحيح. جمال الابتسام هو من جمال الأسنان، فلهذا الفراغات بالوقت الحالي إحنا كل توجهنا والصرعة اللي هي القديمة المتجددة باتجاه زراعة الأسنان. والناس والمرضى صار عندهم وعي تام وإدراك تام باتجاه زراعة الأسنان وتجنب الجسور التقليدية. بس أنا أسمع دكتور أوقات يعني لحتى تلجأ لعملية أسنان وزراعة سن لازم يكون في عندك عظم كافي. هنا رح نأخذ العوامل الموضعية. العوامل الموضعية اللي هي سمك العظم وارتفاع العظم وسمك اللثة وارتفاع اللثة، وكذلك الأمور الجهازية الأخرى. يعني المريض يكون نوعا ما متعافي من الأمراض، خالي من الأمراض التي تؤثر على زراعة الأسنان اللي هي أمراض الدم وأمراض السكري. وطبعاً غالباً ما تتم من خلال بنج عام ولا موضعي؟ لا، تقريباً 99.9 هي تحت التخدير الموضعي. أوكي. لا نحتاج إلى أي تخدير عام، والمريض يمكن أن يمارس مهامه باليوم نفسه بعد إجراء عملية زراعة الأسنان. يعني صارت أسهل بكثير من السابق. أسهل بكثير. والأعمار من ابتداء من عمر 18 سنة إلى ما شاء الله الأعمار ده تخضع لي زراعة الأسنان. طب لزراعة الأسنان هل ممكن أن نزرع مثلا كذا سن بآن واحد ولا هنا ما يفضل؟ هي هنا راح يجينا المريض وتقبله لعملية الزراعة. أكو مريض ما يقدر يتقبل، يعني هو مو مهيئ نفسه لأكثر من زرعتين أو زرعة. وأكو مرضى عندنا يخضعون لعملية زراعة إلى 16 سن في جلسة واحدة من أسنان. حسب قابلية الشخص. قابلية الشخص وتحمله. طب هل عمر الأسنان المزروعة يكون طويلا؟ عمر الأسنان المزروعة طويلا إن تم إجراءها بدقة وكانت من ذات منشأ مدروس ومفحوص، فهي باقية مع بقاء
العمر. لأن هناك عدة أنواع من الأسنان. أكيد. أكو منها الرخيص جدا والتي من معادن رخيصة جدا، وأكو الغالية من المعادن الثمينة. أها. سؤال أتوجه به إليك دكتور، هل هناك احتمالات بأن ترفض اللثة الأسنان المزروعة؟ هو مو اللثة ترفض الأسنان، لكن قدر ما أنه العظم يكون غير مهيئ لاستقبال السم من ناحية الكثافة العظم ومن ناحية سمك العظم، فهذا السم راح الزرعة راح تكون عبارة عن جسم غريب داخل الفك، فلهذا لا يمكن تثبيته وبعد فترة راح يخرج. وإن رفض هو ما مو ذات معضلة رئيسية، يمكن إعادته مرة ثانية ومرة ثالثة، بس مو نفس الزرعة، هاي الزرعة اعتبرت انتهت بزرعة جديدة لكن بمواصفات أخرى. أها حلو. طب هذا اللي حكينا عليه هو اللي إحنا حتى نكتشف مدى العظم اللي موجود عند الشخص من خلال اختبار يجرى له. اختبارات هنا الاختبارات سريرية واختبارات شعاعية. نعم. الاختبارات الشعاعية قد تكون صور أشعة بسيطة جدا. نعم. أو قد تكون صور أشعة متقدمة تحتاج إلى ثلاثية الأبعاد للكشف عنها. هل هناك علاقة بين زراعة الأسنان الأمامية والابتسامة الجميلة؟ أكيد. إحنا إذا تجنبنا الجسور، لأن يعني الجسور هي دائما الجسور اللي موجودة هي دا تأخذ من سماكة السن ودا تعرض السن إلى ستريس وضغط أكثر من الستريس العادي، كلما كانت الزرعات مزروعة بطريقة متناسقة وبطريقة جمالية وغطت الفراغ الموجود عندنا، فراح تكون الابتسامة أكيد أكثر من رائعة. أنت تفضل أنه الشخص يلجأ لزراعة أسنان أفضل من ما يبني جسر؟ أكيد إذا كان توفرت لديه العوامل الموضعية والعوامل الجهازية المؤهبة لهذا الشيء. ممكن أيضا تجميليا بالوجه يأثر. أكيد، لأن الجسر مشاكله لا تعد ولا تحصى. في حين الزراعة باستثناء عامل الوقت والعامل الجراحي قضت على كل هالمشاكل. صحيح. هل هناك ألوان متعددة للقشرة التي تلتصق على الأسنان لتتناسب مع لون البشرة؟ أكيد هي اللون حكمة شغلتين، الشغلة الرئيسية والأساسية هي لون البشرة إذا كانت جميع الأسنان بدنا نشتغلها. فمثلا مثل ما تعرفين حضرتك كلما زاد سمار البشرة واتجهنا باتجاه الأسمر الداكن أو النيجرو كلما كانت شدة بياض الأسنان أكبر، تناسب عكسي، وكلما كان الشخص باتجاه البياض أو الصفار كلما كانت الأسنان باتجاه الصفار أكثر مما أنه هي باتجاه البياض الناصع. هذا إذا كان الفك كامل، أما إذا كان لدي أسنان وراح أخلي أسنان معها فراح أنحكم هنا بلون السن المجاور، وممكن أنا أسوي سنين بلونين مختلفين. أها. بس أوقات لو سألتك دكتور، أوقات نشوف هناك ألوان تميل إلى الأبيض البنفسجي أو الأبيض العلزرقاء، فبحيث تشوفه واضح خصوصا عند النجوم. هو طبعا الأبيض الناصع، يعني هي كانت الصرعة أول ما بدت الهوليوود سمايل كان الأبيض الشديد الناصع اللي هو درجة الصفر من البياض. نعم. مع نصاع. هذا الشيء بدأ يجذب الناس وراسا ينتبه أنه هذا الشيء صناعي مو طبيعي. صحيح. فبدأ الأمر أن يتحول إلى لون طبيعي متناسق مع البشرة بحيث لا يمكن كشفه عن طريق الكاميرات أو عن طريق المتلقي، فلهذا تغير الأمر تدريجيا من البياض الناصع إلى البياض الخافت. أها. حتى تحس دكتور قبل كنا نشوفها مصفوفة الأسنان، اليوم نشوف في صار مثلا الأماميات أطول والجنب. صح، يعني حتى في بعض منهم يعني بعض الممثلين اضطر أن يغير الهوليوود سمايل مالته ليسويها أقرب إلى الطبيعي. ممكن تغير بالموديل، ممكن أن تغيرها. آه تصير أقرب من الطبيعي بدل ما تكون صناعية ومصفوفة بشكل كامل. طب هل جراح الوجه والفكين مؤهل في مجال طب الأسنان والجراحة العامة؟ في مجال طب الأسنان نعم مؤهل، لكن في مجال الجراحة العامة شوي صعبة. لا مش صعبة، يعني يتعلم ما لا يصح العلم إلا به. يعرف العلوم الأساسية والأمور الواجب تعلمها، لكن لا يتداخل مع اختصاصهم ولا يعني يتطفل على اختصاصهم لأنه اختصاص قائم بحد ذاته. لكن احنا جراحاتنا جراحة الوجه والفكين هي بالأصل جراحة الرأس والعنق، احنا اختصاصنا يمد في كامل مناطق الرأس وكامل مناطق العنق، نصل إلى مراحل كثيرة انه طبيب الأعصاب وطبيب الأنف والأذن والحنجرة وحتى طبيب الجراحة العامة لا يتداخل دون تداخل طبيب جراحة الوجه والفكين لأنه هو الأدرى في. نعم. معالم الوجه والفكين. حلو. هل تعتبر جراحة الوجه والفكين جراحة تجميلية كاملة؟ جراحة الوجه والفكين هي جراحة تجميلية بحد ذاتها، هي اختصاص دقيق، لأن احنا أي شيء يتعامل مع الوجه هو يتعامل مع لب الجمال. نعم. فلذلك لا يمكن أن يكون طبيب جراح الوجه والفكين إلا أن يكون فنانا في اختصاصه. نعم. لأن الخطأ يعادل أضعاف كثيرة عن بقية الاختصاصات،
ومن لب اختصاصنا اختصاص جراح الوجه والفكين، وأني لدي اختصاص دقيق فيه كمرحلة أولى اللي هو التقويم الجراحي اللي هو تقدم أو تراجع الفك، فعمليات إصلاح الوجه والفكين هي من طبعا لب هاي تكون من خلال عمليات كبرى. عمليات كبرى تأخذ أوقات 4 ساعات فما فوق. وكذلك في الوقت الحالي دخل الاختصاص الدقيق اللي هو للطب الليزري واستعمال تقنيات الليزر في معالجات الوجه. كل هذه الأمور بالأخير لازم يكون الطبيب الوجه والفكين لديه اللمسة الفنية للتعامل مع المريض. طب دكتور، أين تكمن الصعوبات في العمليات الجراحية في الوجه والفكين؟ تكمن الصعوبة في عدة أمور تلتقي مع بعضها. إذا كان الطبيب لديه الخبرة الجيدة في التعامل مع المرضى والتدريب المتناسق، وكذلك توفر الأدوات والمستلزمات، بالإضافة إلى ذلك توفر المستشفى المؤهب، لذلك لا توجد أي مشاكل. لكن إذا فقد أي واحد من هالعناصر الثلاثة اللي هو عنصر الطبيب وعنصر التدريب وعنصر المستلزمات، كانت النتائج أقرب ما تكون إلى المأساة، وبالإضافة إلى أنه هو دا يجري عملية كاملة. أكيد أكيد. بالنسبة لجراح الوجه والفكين، لماذا لا يعني ماكو أحد غيره يفتهم باختصاصه؟ لأن جراح الوجه والفكين هو بالأصل طبيب أسنان، وطبيب الأسنان هو متعامل بالأصل مع إطباق الأسنان وعلاقة الفك العلوي والسفلي وعلاقة الوجه. الطبيب العام، زملائنا من الأطباء العامين يغفلون شغلة العلاقات الوجهية وعلاقات الإطباق، فلهذا لا يجيدون العمل في هذه المناطق إلا إذا كان لديه خلفية عن طب الأسنان. ذكرت لي دكتور إضافة إلى أنه العمليات الجراحية أيضا دخلت الأجهزة الليزرية، صح، صارت تغني يعني نسبة بنسبة شقد عن العمليات الجراحية؟ في بعض الأنواع العمليات الجراحية أصبحت تغني عنها 100%، وفي بعض العمليات الجراحية الأخرى أصبحت مساعد إلها. بالنسبة لعيادات الطب الليزري أو اختصاص الطب الليزري، هو اختصاص ليس حديث لكن اختصاص قديم، لكن المواكبة والحداثة فيه يوم بعد يوم آخر تزيد. هذا الشيء فتح لنا آفاق لم تكن موجودة قبل، إلا وهي علاجات الأطفال الأصغر عمرا بمراحل متقدمة، علاج الوحمات وعلاج الأورام الدموية بشكل سريع وفعال، أضف إلى ذلك علاج جميع الآثار الناتجة عن الأمراض الجلدية وعن التداخلات الجراحية بالوجه. فأصبح هذا الأمر، الليزر أصبح عبارة عن سحر يبحث عن مشكلة لحله. طب هذه العمليات هنا شقد تستغرق ونسبة نجاحها كم؟ تقصدين عمليات الليزر لو بصورة عامة؟ لا بصورة عامة، الوجه والفكين. الوجه والفكين تتراوح العمليات ما بين 10 دقائق إلى 10 ساعات. حسب نوع الحجم العملية وحسب نوع الآفة. نسبة نجاحها؟ هم نسب النجاح تتراوح ما بين 10% إلى 100%، حسب الحالة. الحالة يعني لدينا مرضى إنه يجي عليك هو في آخر المرض، نعم، لا يمكن أن تجري له عملية شفائية بل عملية تخفيفية فقط من الآلام التي متراكبة عنده. طب ما مقاييس الوجه المتناسق التي تسعون لبلوغها أو المحافظة عليها في العمليات الجراحية؟ إذا حكينا على أبعاد، فالأبعاد المثالية للوجه أن تكون المسافة ما بين خط الشعر والحاجب مساوية للمسافة ما بين الحاجب وأسفل الأنف مساوية للمسافة ما بين أسفل الأنف والذقن. هاي التناسقات. وإذا أخذنا الأبعاد الطولية، فيقسم الوجه إلى 5 مناطق بالطول، كلها يجب أن تكون متناسقة. هذا إذا حكينا عن أبعاد. بإضافة إلى ذلك لازم نحصل على شفاه مطبوقة وأسنان لديها إطباق تام. لا يمكن يعني أن نتكلم عن جمال ويوجد فم مفتوح. طب الطول أيضا يأثر دكتور، طول الشخص في الوجه، أوقات تشوف وجه صغير وهو يعني أطول من اللازم وبالعكس. صح، فهو هذا هنا يجي شغل الجراحة التقويمية، جراحة تقويم الوجه والفكين، نعم، اللي هي تؤدي بالأخير إلى إعادة تنسيق وإعادة ترتيب الوجه والفكين بشكل كامل. حلو. هل تدويرة حنك الوجه هي التي تعطيه جمالا؟ تدويرة الوجه بالنسبة لوجه معين اللي هو الوجه الصغير الناعم المتناسق، هذا في حال إذا تعطي جمال، تعطي جمال. وإذا أصغر؟ في بعض الأحيان يكون الوجه المثلث هو وجه أخاذ جدا، والوجه المربع وجه أخاذ جدا، كل ذلك اعتمادا على مقاييس الجسم، نسبة الرأس إلى الجسم ونسبة الرأس إلى الكتفين ونسبة الرأس إلى الرقبة. طب لو سألتك ما الموضة اليوم؟ الموضة اليوم لا يوجد موضة.
كل من يطلب حسب رغبته. حسب رغبته. لكن كله يبحث عن الجمال. الكل. والجمال بشكل متجدد. وهنا طبعا الدكتور لازم أن تأخذ بنصيحته. في كثير منهم مثلا يقول لك أنا أريد مثل هذه الفنانة. ربما ما يلوق لها. أكيد. فلهذا إحنا نظل ننصح وننصح إلى، لكن إذا وصلنا إلى طريق مسدود بالأخير ما عندنا غير إنه طبعا إذا ما كان أكو ضرر كبير. نعم. للمريض. إذا أكو ضرر كبير أكيد إحنا نرفض العمل، لكن إذا ما أكو ضرر نأخذ إقرار خطي من المريض موقع على أنه هذا الشيء على مسؤوليته. صحيح. غالباً ويجري مع كل المرضى، لكن في هذه الأمور التجميلية خصوصاً نأخذ إقرار من المريض، لأن إحنا اللي قدام نعرف أن النتائج لن تكون بالحسبان. أها. طب خلينا نجي عن عملية، يمكن هذه العملية اللي يمكن الشخص يجريها إذا مو من مرة يعود للمرة الثانية. هل عمليات تجميل الأنف هي الأكثر شيوعاً بين عمليات جراحة الوجه؟ طبعاً عمليات تجميل الأنف بنوعيه الوظيفي والجمالي هي لا زالت العملية الأكثر شيوعاً والأكثر طلباً بين المرضى في حالة العمليات الجراحية. نعم. طبعاً إذا جينا على العمليات الغير جراحية راح تكون البوتوكس والفيلر لها نسبة أكبر من عمليات تجميل الأنف. عمليات تجميل الأنف لماذا يبحث عنها المريض؟ لأن المريض أول ما يباوع على مراية راح يشوف خشمة، أول صحيح. ما يندار بشكل جانبي راح يشوف خشمة. ثانياً النقطة هي في مركز الوجه وهي التي هي تحدث فرقاً. هي العقدة عند الكثيرين. وهي التي تحدث فرقاً. أما بالنسبة لقولبة الأنف أكو الكثير من أشكال الأنوف التي ترهم على مجتمع لا ترهم، كالأنف الفرنسي والأنف الأمريكي والأنف الإغريقي والأنف المصري. يمكن هذا الأنف إذا جيبه على العراقي ما راح يرهم. صح أكيد. فلهذا المختصين في جراحات الأنف دائما يدرسون تناسق الوجه وأبعاد الوجه قبل ما يشتغلون الأنف. أها. طب دكتور لو سألتك هل ممكن أن يعني حضرتك تخضع لعملية لشخص ممكن هو خاضع لعملية أنف للمرة الثانية إذا ما كان ناجح العملية؟ إذا ما كان ناجح العملية من الناحية الوظيفية 100% يجب أن يخضع إليها مرة ثانية. أما إذا ما كان ناجح عليها من الناحية التجميلية هنا من الذي يحكم؟ هل المريض أم الناس أم الطبيب؟ إذا كان المريض وإحنا والعامل الثاني اللي هم الناس وأنا نعتقد أنه لا يوجد مشكلة فهنا المشكلة نفسية. يجب معالجة المريض نفسيا وليس وإقناعه العدول عن الرأي قبل إجراء الجراحة، لأن ما ممكن أن نضيف شيء أكثر من اللي موجود. دكتور هناك الكثير من الأسرار، أسرار الجمال راح تعرفنا عليها من خلال بعد ما نأخذ أكيد فاصل صغير ونعود معكم مشاهدينا في غلوريا. جسد وروح وسنوات عمر، تتأجج فيها المشاعر أو تنكسر، نحن نبحث عن أسرار العلاقة بين رجل وامرأة. في هي وهو. نعود معكم مشاهدينا لنكمل حلقة الليلة من برنامج جلوريوس حول التجميل بصورة عامة. والسؤال الذي أتوجه به لحضرتك دكتور، هل هناك تسابق بين إجراء عملية تجميل الأنف وشد الوجه؟ هما العمليتان مترابطتان لا يمكن فصلهما أبدا. نعم. كيف يكون الترابط؟ الترابط بيناتهم، لأن عملية تجميل الأنف راح يأثر على الوجه وعملية شد الوجه راح تأثر على الأنف، لكن يفضل أن تجرى العمليتان بتزامن معين وبتوقيت معين وبخطة مدروسة. يعني ما ممكن أن أجري عملية شد الوجه وإخفاء الأنف،
وما ممكن أن أجري عملية للأنف وأخفي شد الوجه. فلهذا لا يجب أن يقنع المريض بهذا الأمر، ويجب أن يضع الدكتور في حسبانه أن هناك عمليتين إن كانت الأمر يسترعي ذلك. طب دكتور، لأي الأعمار اللي هي المفروض أن نجري لها عملية شد للوجه؟ الأعمار قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. هذا من يحكم عليه؟ من يحكم عليه هي شغلتين، الحالة اللي موجودة. يعني على سبيل المثال، مريض كان لديه سمنة زائدة، أخضع إلى عمليات أو إجراءات نحافة، نعم، وأصبح عنده تهدد، نعم، هذا ما دخل بالعمر، فهنا يحتاج إلى شد. وقد يكون مريض كبير بالعمر بفعل عوامل العمر والتقدم بالعمر، أصبح لديه تجاعيد وتهدل، فهنا يحتاج إلى عملية شد الوجه. وهناك من عندهم هوس، من عندهم هوس، والشد ما راح يضيف إليه أكثر من اللي موجود إلى. أما عمليات شد الوجه فهي هسه بالوقت الحالي أصبحت عمليات غير جراحية، يمكن إجراءها عن طريق خيوط الشد، لا يعني ما يحتاج المريض أن يخضع إلى عمليات تخدير عام مثل السابق وفتح أجزاء من الوجه وسحب الجلد وتغيير معالم، لا، هسه أصبح الأمر ممكن إجراءه في عيادة بسيطة وتحت التخدير الموضعي. حلو، يعني ممكن أن يذهب إلى الكلينيك ويسوي العملية بأسرع من البرق. صح، بفترة سريعة جدا وبوقت قصير ودون الخضوع إلى إجراءات التخدير العام. حلو، طب خلينا نسأل هذا السؤال، هل هناك تقنيات جديدة دخلت في عالم جراحة الوجه؟ طبعا التقنيات هي تقنيات باتجاهين، تقنيات دوائية وتقنيات تجهيزية. نعم. التقنيات الدوائية احنا لازلنا على مواكبة، حتى هو في نوع مثلا البوتوكس نفسه، البوتوكس نفسه يوميا ده تظهر نوعيات أخرى تنطينا فترة زمنية أكثر، مظاهر جانبية أقل، وطريقة حقن أسهل. الفيلر، الفيلر تقريبا باليوم الواحد إن صح التعبير ده تظهر لنا أنواع أخرى وأنواع جديدة تنطينا أقل حساسية تجاه الجلد، أقل رفض من الجسم، وبالإضافة أكثر تناسقا. أما من ناحية التجهيزات والمستلزمات فعندنا أكبر إنجاز بالوقت الحالي وأكبر ثورة هي عندنا الليزر الطبي. الليزر الطبي بدأ ينزل بأجهزة حديثة جدا ممكن أن تحل جميع المشاكل اللي موجودة عندنا. لو نأتي على البوتوكس والفيلر، أيهما أكثر مضرة؟ أيهما أكثر مضرة؟ بالنسبة للبوتوكس لا توجد لديه مضار جانبية إذا كان عن طريق شخص مختص أو محترف بهذا الموضوع، هي عن طريق يعني انحقن بالمكان المطلوب، إذا حقن عن طريق شخص مختص بهذا، نعم، الأمر. أما إذا كان حقن عن طريق شخص دخيل على هذا الموضوع فقد يسبب مشاكل جمة. أما الفيلر لا، بالتأكيد الفيلر مشاكله أكثر من البوتوكس. مشاكله قد يكون زيادة بالحجم أكثر من المريض الذي يطلبه، بحيث تكون واضحة للعلن، واضحة جدا. وحضرتك أكيد أنت تمشين بالشارع أو تمشين في مول أو في منطقة معينة، بس رأسا تلاحظين سيدة أو آنسة تشوفين أنه مبين عندها الأمر، نعم، بارز جدا. أو قد يكون كأنما المريضة دخلت وطلعت ما استفادت، راح يكون تحت الحجم المطلوب. أضف إلى ذلك التكتلات اللي تصير تحت الجلد، أضف إلى ذلك الإزرقاق اللي يصير عندنا، وفوق كل هذا في بعض الأحيان يكون خصوصا بالمواد طويلة الأمد إذابة الفيلر تكون بطريقة غير منتظمة فتبقى في أماكن ولا تزال من أماكن أخرى. لو عدنا على هذه القلل واللي هي حتى شوي نوضح أكثر للمشاهد اللي يكون التعامل جراء يمكن المادة الغير جيدة، هذه ممكن إصلاحها؟ ممكن فشل هذه التعامل؟ حسب، إذا كانت كميات قليلة وبسيطة جدا يمكن عن طريق بعض الأدوية وبعض الحقن إذابتها وسحبها. أما إذا كانت في كميات واضحة وصريحة ما ممكن إزالتها لا جراحيا ولا بغير الطرق الجراحية، راح نضطر إلى إعادة حقن مواد أخرى لتسمية السطوح من جديد. أها، هذه في حال إذا ذكرنا مثلا على الوجه. بالنسبة للشفاه، أوقات تشوف المادة جيدة ولكن بعد فترة تظهر هذه يمكن بأحجام صغيرة. صح، أكيد. مو هو يا ستنا العزيزة، اللي يدخل في هذا المضمار لازم يستمر به للأخير. نعم. ما ممكن أن يحقن مرة واحدة وينتظر. خلي بباله من دخل على الحقن راح يستمر به طول العمر. فكل ما تخف المادة راح يحتاج إلى إعادة حقن من جديد. هذه المادة وخصوصا المواد الصناعية ما ممكن إذابتها بشكل كامل وبشكل مستمر، على عكس المواد الطبيعية. المواد الطبيعية إما تثبت بشكل كامل أو تذاب بشكل كامل. فلهذا الأمر هو موجود، المريض أكيد يعرف هذا الشيء قبل ما يبلش فيه. طب سؤالي لحضرتك دكتور، في حال إذا مريضة لجأت إلى عملية تكبير الشفاه ومن بعدها أوقفت عن الحقن، هل ممكن أن ترجع الشفة تتجعد يعني بما معناه تتكسر؟
مو تتكسر، والتكسر بالشفاه هو نتيجة تعرض إلى عوامل الطبيعة اللي هي الشمس والأتربة وإلى غيره، لكن اللي يصير أنه راح تأخذ حجم معين، يقل الحجم فراح يصير نوع من تكتل الجلد في هذه المنطقة. هذا الجلد ممكن شده عن طريق طبيعي هو الجسم يرجع يشده من جديد أو يبقى مترهل. هنا الحالة تحكم الموضوع. حلو، نأتي إلى موضوع آخر، ماذا عن عمليات تكبير الشفاه؟ وهل هذا يعتبر جمالا في حين إذا حشينا عن الجمال؟ أكيد الشفاه هي مفتاح الجمال، والشفاه هي التي تغزل فيها الشعراء وتغزل فيها القائلون كثيرا. نعم، وخصوصا مقياس الجمال هو بالشفة السفلية أكثر من الشفة العلوية، والشفة السفلية لها كمقاييس جمال أساسية. إذا أخذنا المسافة الأبعاد بين الشفة العلوية والشفة السفلية، فالشفة السفلية تحتل مسافة ثلثين مقارنة بثلث بالمساحة يعني الشفة العلوية، يعني لازم تكون الأكبر، أكبر الشفة السفلية. وطبعا كلما كانت الشفة باتجاه مقلوبة للأمام ومتخصرة من الوسط وبثل كثير من النجمات التي لا قبل لنا بذكرهم الآن، هم راح تكون رائعة الجمال. بس إذا زادت هالنسب واختلفت وزاد الحجم أكثر من النسب الطبيعية، راح تكون النتائج جدا سيئة، بحيث راح تكون يعني المريض أو الشخص العادي أول ما يشوف هالوجه ويركز بالوجه راح ينتبه أنه أكو شيء غير طبيعي، تناسب غير طبيعي. حتى أوقات تحس الشفة الفوق أكبر من الشفة الصغيرة. صح، وحتى إذا نلاحظ إحنا في الكاريكاتيرز اللي موجود عندنا أو للسخرية دائما يعني يوصفون المرأة المودرن بشفاه كبيرة. صحيح صحيح. طب إجباري دكتور إنه الإمرأة لما تخضع لعملية نفخ أو الفيلر لازم للشفتين؟ ضروري؟ لا مو ضروري، مو ضروري، مو ضروري. هنا حسب حجم الشفة وحسب مساحة الشفة وحسب رغبة المريضة نفسها، فهنا تختلف. لكن الشفة العلوية هي أعقد من الشفة السفلية بالحقن، لأن إذا تلاحظين أي شفة خصوصا الشفة العلوية هي في عدة مستويات، ليست في مستوي واحد، انخفاض من الوسط وصعود من الجانبين، في حين الشفة السفلية هي ممتدة بشكل مستقيم واحد. فلهذا المشاكل في الشفة العلوية بالحقن أكثر من الشفة السفلية. والمفروض الدكتور أيضا يأخذ بعين الاعتبار، أو حتى السيدة اللي تخضع لعملية تكبير الشفاه، المفروض الحجم اللي بين الأنف والشفة أيضا. أكيد هذا الحجم ما بين الأنف والشفة وما بين الشفة والذقن يعني مدروس بدقة. لا مو مش بس قياسات طول وعرض، يعني مو من كيفها، لا لا قياسات تطلع. زوايا الأمر يدخل بها. قياس زوايا. حلو، بعض النساء يميلون إلى تجميل وجنات الوجه، كيف يتم ذلك؟ تجميل الوجنات اللي هو العظم البارز فيه، أو الدمعة المقصود بها، المقصود الدمعة أو الخدود بالمصطلح العام. نعم، إذا صح التعبير. هنا عدة أمور تدخل في عمليات تجميل الوجنات، إما عن طريق تداخل على العظم نفسه أو التلاعب في الأنسجة الرخوة نفسها. إذا حكينا على الطريق الأول اللي هو العظم نفسه، إما بزراعة عظم يؤخذ من الحرقفة أو بمكان آخر ويوضع تحت الجلد. نعم، ويتم إلصاقه لزيادة حجم العظم، أو عن طريق عظم صناعي موجود ومتوفر يمكن أن يلصق، ويمكن أن يتم زيادة حجم الوجنة دون أي تداخل أخرى. لكن السائد بالوقت الحالي هو عن طريق الحقن، الفيلر، حقن مواد مالئة في الخد. لكن هنا راح تكون المشكلة أنه يجب الانتباه على تركيز المادة وحجم المادة. لأن أكثر مناطق تصير بها المشاكل بالفيلر هي الخد وتحت العينين، وممكن سلبياتها كثيرة أنه ينزل الخد. صح، ينزل، لأن الخد منطقة حساسة جدا ومنطقة ثلاثية الأبعاد. إذا كنا نتحدث عن شفة ثنائية الأبعاد، هنا الخد ثلاثي الأبعاد ويمكن النظر إليه من عدة جهات. طب دائما السيدات يقول لك مثلا أنا الدكتور قال لي تسوي فيلر 6 شهور يبقى، بعد 3 شهور خف وراح. هنا المادة تلعب دور، أو حركة الشخص بتلاعبه بوجهه، الأعصاب أيضا لها دور هنا. يا ستنا العزيزة، أولا لازم تعرف المريضة بصورة عامة، وهذا واجب، مو واجب، هو واجب الطبيب أن يشرح. نعم، تقسم بصورة عامة مواد الفيلر أو المواد المالئة إلى 4 أنواع اعتمادا على فترة بقائها. نعم، إما قصيرة 3 شهور فما دون، أو متوسطة 3 شهور إلى سنة، اللي من ضمنها 6 شهور اللي حكيت عنها. نعم، واللي مشهورة غالبا اللي هي الهايلورونيك أسيدز، الحقن بالهايلورونيك أسيدز، أو سنة إلى 2 سنين، أو 2 سنين فما فوق اللي هو السيليكون. السيليكون، فأنا ما ممكن أن أحقن لمريض سيليكون وأقول له بعد 3 شهور أو 6 شهور تروح من بالك، وما ممكن أن أحقن كولاجين اللي هو ب3 شهور يروح وأقول له 6 شهور. فإذا لازم أعرف المادة قد تطول أصلا
قبل ما أنطي قرار للمريض. اليوم في تقنيات جديدة غير الفيلر ممكن أن تأخذون بإجراء يمكن عملية بسيطة وهي سحب دهون من الجسم. صح. هذه إيجابياتها سلبياتها؟ هو العملية تسمى بالشحوم، حقن الشحوم الذاتية. نعم. حقن الشحوم الذاتية هي أولا يعني في عصر متأخر انتقلت إلى الوجه، كانت تستعمل في مناطق أخرى من الجسم لحقن عدة أماكن بالجسم، سواء لزيادة حجم معين أو لتغطية على عيب خلقي موجود. نعم. العملية هي غالبا تحت التخدير الموضعي، ويمكن إجراءها تحت التخدير العام، لكن لا يمكن إجراءها إلا من قبل طبيب مختص في هذا الأمر، إما طبيب جراح وجه وفكين أو طبيب تجميل عام، لأن العملية راح تكون أخذ عبارة عن خلايا شحمية من البطن، والبطن منطقة حساسة جدا فيها الكثير من الأعضاء المهمة، ممكن أي خطأ يؤدينا في أذية إلى واحدة من هذه الأعضاء. يتم أخذ هذه المادة أو الشحوم إما من البطن، من الرجل، من الأرداف، من أي مناطق أخرى، حتى من الذراع يمكن أخذها. نعم. معالجتها ضمن جهاز حسب المعالجة، حسب المكان اللي موجود فيه دهون، موجود اللي فيه دهون، معالجتها ضمن جهاز معالجة، فصل الدهون عن بقية المكونات، وضعها في أنابيب حقن جاهزة، وإعادة حقنها في الوجه. طبعا فوائدها راح تنطيني كميات غير مأهولة من مواد الحقن. يعني أيهما الأسلم والأفضل، أنه تستخدم السيدة الفيلر أو الخضوع إلى مثل هيك عملية وتحصل على نتيجة جيدة 100%؟ إذا كانت المريضة إجتني آني وأنا لدي الخبرة، وأحتسب أنه لدي الخبرة في أخذ الطعم الشحمي وحقنا في الوجه، فأني أنصح المريضة أن تأخذ الخلايا الشحمية، لأن أولا هي خلايا من الجسم، إما يتقبلها الجسم كاملا أو يرفضها بشكل كامل. ثانيا هي لا نقاش عليها أبدا، والأهم من هذا كلها أنه بعد ثالث حقن راح تثبت 100% ولا تحتاج إلى حقن أخرى. يعني بدل ما تحقن يمكن على مدى سنوات كثير من الحقن وما تعرف شنو مضارها، ممكن تتعرض إلى السيدة، فاللجوء إلى مثل هيك عملية بسيطة، يعني بحيث الخلايا الشحمية بعد مرور سنة عليها راح يبقى منها 60% فقط. يعني راح تفقد 40%. عند الحقنة الثانية وبعد مرور سنة أخرى راح يبقى 80%. عند الحقنة الثالثة بعد ثالث سنة راح تبقى 100% وتستمر معها. طب هاي في حال إذال الوجه، هل ممكن حقنها في الصدر، الأرداف؟ طبعا هي أول ما بدأت هي في عمليات حقن الصدر وعمليات حقن الأرداف والأذرع والمناطق اللي فيها تشوهات أخرى، واتجه الأمر إلى الوجه. طب نسأل هالسؤال، هل المواد الطبية التي تدخل في عمليات تكبير الشفاء أو الصدر أو الوجنات لها أضرار صحية؟ أكيد، يعني حتى المتابعين لهذا الأمر يعرف قبل سنتين وثلاثة أصبحت ضجة كبيرة في فرنسا على مادة السيليكون. نعم. حيث تم سحبها من أكثر من 24 دولة بالعالم، وسحب كميات وصلت إلى ملايين القطع. نعم. لأن بعد ضخها وبعد دراستها اكتشفوا أنه فيها مضار. يمكن الأكياس أفضل من السيليكون، حسب المادة اللي مستعملة وحسب المكان، لكن اللي موجودة والمتوفرة هي في الوقت الحالي غالبيتها آمنة. آمنة. ولا يوجد عليها مشاكل، إلا الحديث منها يجب مراعاته ومتابعة الدراسات الخاصة في هذا الموضوع. طب لو سألتك دكتور شوي بعيدا عن الوجه والفكين، عن الجراحة وعمليات تكبير وتصغير الصدر، هل هي ناجحة 100%؟ ناجحة من يا مقاييس، مقاييس الجمال أكيد ناجحة. نعم. ناجحة من ناحيات المشاكل طبعا ما بها أي مشاكل، ناجحة من الناحية الوظيفية طبعا، ناجحة من الناحية الوظيفية، فهي تؤدي النجاح بكل أشكاله. بس ما عليها البعض يتخوف يقول لك ممكن أنه في غدد في منطقة الصدر ممكن أن تخلينا أو تصير أمراض سرطانية. لا، هو طبعا إحنا يعني أكيد أنا بعيد عن مجال اختصاص الحقن في الصدر أو تصغير أو تكبير الصدر، لكن الكثير من زملائنا الأخصائيين في هذا المجال اللي يشتغلون أكيد هم على دراية تامة وعلى اطلاع كامل بهذا الموضوع، فهم أكيد ماخذين الخطوط الآمنة والشغلات السليمة في هذا التعامل بهذا الأمر. نعم. ولا يوجد عليه أي مضار، والدليل على أنه ده تجرى بشكل روتيني وشكل يومي. أه. ولا تخلو قائمة عمليات من نوع من هذه العمليات. حلو. دراستك الجامعية ننتقل إلها، يعني خلينا نفوت لحياتك الخاصة شوية، بدأت في جامعة الموصل وفي جامعة بغداد وفي كلاسيكو وإيرلندا، هل تختلف مقاييس جمال الوجه بين هذه المدن؟ أكيد تعرفت على كثير من يمكن هذا البلد، تقاليده، نساء، رجالة. أكيد الجمال يختلف باختلاف الشعوب ويختلف باختلاف العادات. نعم. فمثلا بالمناطق المحافظة جدا والتي
تكون يعني غالبا النساء فيها على قدر عالي من التحجب والغطاء، لا يظهر إلا جمال العينين. نعم. فالناس يصبح لديها خبرة رائعة في جمال العينين. نعم. أما في المناطق الغربية أو المناطق الأخرى التي يكون الناس على مستوى أعلى من التحرر والانفتاح، أكيد الجمال رح يأخذ مناطق أخرى. لكن الشيء الوحيد والثابت أنه لكل بلد إلى بصمة جمال. يعني في كل بلد إلى بصمة جمال. لا يعني بصمة جمال لا تشابهها بصمة أخرى، ولكل نوع من أنواع هذا الجمال مريدين. يعني حضرتك تعرفي يمكن أنت في بالك تقولين الجمال العربي هو أحلى جمال، غير يعني تقول الجمال الأفريقي. ودليل على هذا انه الكثير من الشعوب بعض منهم يقول لك الجمال العجمي، والجمال اللاتيني هسه بالوقت الحالي. اها انت مع اللاتيني؟ الوقت الحالي هذا ردنا نعرفه. الوقت الحالي هو صرعه اللاتين. نعم. اذا اجينا درسنا الجمال عند كثير من البلدان راح نشوف طرق جماليه مختلفه. فمثلا في احدى القرى الافريقيه واحدى القبائل الافريقيه، اول ما تجي الطفله يلبسوها مثل الحلقات في رقبتها، وكذا يوميا يزيدوا لها حلقه الى ان تصل طول الرقبة في بعض الأحيان إلى 30 سنتي، ولا يمكن للمرأة أن تتزوج تحت هذا 30 سنتي. يعني تخيلي أنت رقبها الطولها. هاي عندهم مقاييس جمال جدا. وفي مقاييس جمال عند شعوب أخرى الوزن، لا يمكن للمرأة أن تتزوج تحت وزن 150 كيلو. فكل هاي تختلف من شعب إلى آخر ومن مريدين إلى آخر. حتى في صار قبل فترة ملكات جمال الأوزان الكبيرة. الأوزان الكبيرة وهذا شيء سائد جدا وموجود ومنتشر. نعم. طب هل هناك مقاييس عالمية لجمال الوجه أم إنها تختلف باختلاف الثقافات والمكان؟ تختلف باختلاف المكانات واختلاف الشعوب. حتى نعم. إحنا كل شيء نقرأ أو أي شخص متلقي بسيط أو شخص محترف راح يقرأ عن مقاييس الوجه وقياسات الوجه، هي القياسات التي أجريت على الشعوب القوقازية. الشعوب العربية لا زالت تفتقر إلى دراسات خاصة بالجمال. طب بماذا تتميز مقاييس الجمال العراقي؟ الجمال العراقي أولاً السمار اللي معروف، جمال العينين، تناسق الأبعاد، هذه من أفضل الأمور اللي موجودة طبعاً، بالإضافة للنفس الطيبة هاي لا يمكن إخفالها. بس إحنا شوي يعني معروف عنا ذات الملامح الكبيرة. الملامح أنت حضرتش من لبنان؟ نعم. لا أنا من العراق. من العراق. من العراق. ماشي. لا لأن قلتي لي على لبنان. صحيح. لبنان يعني الملامح الخشنة غير موجودة بالعراق، بالعكس الملامح الخشنة موجودة بالمناطق الساحلية. نعم. يعني مثلا أنا في دراسة طويلة اللي بسوريا وباع طويل بسوريا، أتذكر يعني أنه الجمال الساحري، الساحر السوري وجمال الساحر اللبناني جمال ساحر وأخاذ. نعم. لكن مع هذا من نجي نباوع عليه جمال خشن. نعم. لكن صحيح. أخاذ الجمال العراقي يعني الوجه العراقي يتميز بالوجه النازك. صحيح. والعين الكبيرة أكيد هي هاي. هل أحيانا للناس آراءهم في جمال الوجه تختلف عن المقاييس العامة أو الطبية؟ أكيد أكيد الناس يعني مثلا إحنا حتى يعني على المستوى العام واحد من يحكي يقول لك أنا ما أخطب وما أتزوج واحدة إذا ما تكون سمينة وجه متفح، رغم إذا تجي على الطبيب التجميل لازم يكون مقاييس 34-36. ايه. صح. وفي حين بعض آخر يدور على النحافة والرشاقة والجمال، فهنا يعني لولا الأذواق لنفقت الأسواق. حتى البعض من يقول لك يعني من مقاييس الجمال إنه حلقها يكون كبير. إيه هنا يعني لا ما حلو بشع. إيه فليش أقول لك يعني هي اختلاف أذواق. فبعض يعني أنا قد أجد شيء معين أخذ الجمال وأنت تجديه. صحيح. عادي جدا. لو تشابهت الأذواق لبارت السلع. صح. أنت تبحث عن صنع جمال الوجه، من يهتم بجمال ابتسامتك؟ يعني يمكن أكيد عندك معاناة. يمكن حقيقة إذا قلت ياها أنه أنا زائر طبيب أسنان، مع العلم أنه أنا دراسي الأولية طبيب أسنان. نعم. لحد الآن مرتين أو ثلاثة بالمركز عندي، يعني يمكن أكثر شيء مسويه هو تنظيف الأسنان. نعم. لحد الآن زوجتي طبيبة أسنان. أها حلو. زوجتي طبيبة أسنان وطالبة عندي أصلا، كانت في إحدى الكليات تدرس. نعم. يعني لحد يعني يمكن هي الوحيدة اللي أخذ رأيها بكثير من الأذواق، سواء بشكلي بلبسي حتى بتغيير شعري. يعني من النوع اللي كل 6 أشهر يمكن أنا أغير ديزاين شعري اعتمادا على رأيها. وليس طب تأخذ برأيها لأوقات مثلا؟ مو كل الأوقات تأخذ برأيها. 100% أخذ برأيها. 100%. يعني أتذكر مرة مسافرة في بلد معين هي وأنا في العراق. نعم. وكان عندي مقابلة تلفزيونية،
يعني على الواتساب يمكن دزيت لها اكثر من 14 صوره لقميص و14 صوره لرباط. يلا اختارت لي which is better يعني الافضل بالنسبه لهم. طب من اهتم اليوم باطلالتك؟ هي أكيد. هي اللي نسقت لك قالت لك الاصفر معك قبل ما تطلع للدوام يعني حتى شوفت لون الاستديو يلا اختارت لي الالوان. اها حلو حلو هيك شيء يعني. وانت تهتم بجمالها بصراحه؟ اكيد. تجري لها عمليات تجميل بسيطه؟ عمليات تجميل لا لا يعني مشتغل باسنانها مشتغلها زراعه اسنان اي بس ما انه مسوي لها عمليات تجميل لحد بوتوكس الان فيلر ابد ما تحتاج حلوه من الله لحد الان لا لم تخضع لاي شيء يعني اكيد لان هي كانت طالبه عندي فانا اخترتها من بين العشرات بس ما تمانع في يوم من الايام انه تعمل لها عمليه تجميل ابد هذه عوامل العمر وعوامل التقدم بالعمر لا يمكن اغفالها طب ما تخاف عليها لما تحقنها حقنة انه تأذي شوي يا ستنا العزيزة اذا راح اخاف عليها شلون ما اخاف على الناس حالة حال كل المرضى طبعا انا اشكرك وسعدنا باللقاء معك دكتور كانت حلقة جدا مميزة ونتمنى شكرا. ان تكون مميزة بمتابعة ومشاهدة المشاهدين إليك. لنا شكرا لحضرتك وشكرا لهالقناة الرائعة قناة الرشيد ولجنابك الكريم تحياتنا لك. إذا مشاهدينا مستمرين معكم بمواضيعنا وبلقاءاتنا وضيوفنا في نفس الموعد وفي نفس الوقت من خلال برنامج جلوريوس على شاشة الرشيد. إلى الملتقى. الزمن غير الزمن والناس غير الناس يسيرك رجليك تجيبك تاني يجيلك عرفك عرفك انديه الخوف يخاف منك مهما انتشر الله وياك